بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي متابعي قناتي على اليوتيوب الكرام ومتابعيني على التليجرام، أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. طبعا اليوم راح نشوف شو في التحديثات صارت جديدة بعد ما استلمنا الفيدباك من المستخدمين. طبعا الحمد لله تعالى البرنامج حاز على إعجاب الكثير والكثير من متداولي العملات الرقمية، بالإضافة أنه هو متوفر للجميع ومبلغ أي واحد بيقدر يدفعه هو 20 دولار فقط. تمام؟ طبعا هلأ حتشوفوا على الإصدار الجديد مثل ما أنتم شايفين قدامكم في تغييرات كبيرة صارت فيه حنحكي فيها. طبعا اول تحديث حتلاقوا هذا الزر اسمه Apply Filter. هذا اول تحديث Apply Filter. تمام شباب؟ طيب فهون شو معناها؟ انت بدك تشتغل على ازواج اليو اس دي تي، هي صارت تطلع اول شيء اللي هي الشهيره. تمام، بعدين ازواج البي تي سي، ازواج البي ام بي، ضفنا ازواج الايثيريوم، الاكس ار بي، تريكس بي يو اس دي تي، يو اس دولار، يو اس دي سي، الداي والباكس. تمام شباب؟ طيب فهي هي التحديثات الجديده. التحديث الثاني ضفنا، هي التحديثات اللي لها علاقه بالشكل، طبعا عم نحكي صار يطلع عندك هذا جدول اللي هو up وعمل لك percentage of up. تمام، هذا جدول الأخضر يعني العملات المتوقع أنه تصعد، هذا جدول down العملات المتوقع أنه تهبط، وباللون الأحمر العملات الصاعدة باللون الأخضر، وأخيرا اللون البرتقالي هي العملات اللي ما لقينا لها داتا أو لم يستطع البرنامج تحليلها خلال هاي الفترة الزمنية. طبعا كالعادة عندك هون زر تحول للدارك مود أو اللايت مود. تمام، طيب عندك الأباوت أس، هذا في الديسكلايمر تعليمات البرنامج لازم تقراها يا عزيزي، لأنه هي تمثل عقد قانوني كاتبه محامي بيني وبينك. طبعا ديسكلايمر حيصير عليه ابديت. مو هو هذا الديسكلايمر نهائي او اخلاء المسؤولية. طيب شو في اشياء تانية بسرعة البرنامج؟ خفضنا السرعة من 4 دقائق الى دقيقة وعشرين ثانية سرعة التحميل لأزواج اليو اس دي تي اللي هي أكثر أزواج. فلو عملنا ريفرش للصفحة حيفتح معك بالواجهة لونه أبيض، فيك تغير تعمل أسود وتقول له أنا بدي أشوف أزواج اليو اس دي تي، قل له أبلاي فلتر. حيطلع عندك هون يا صديقي عدات بهي المنطقة، معناها إنه هو عم يحمل الداتا وعم يتصل بالسيرفر تبعنا. هذا بده بالضبط دقيقة وعشرين ثانية ليحمل الداتا كلها. نستنى شوي. طبعا البرنامج سهل وبسيط، ما محتاج انه انت تضل تحلل اي شيء فيه، كله اوتوماتيك. طبعا النقطة الثانية بالنسبة للبرنامج، هو يعتبر مثل ما لك شايف انت بالشعار تبعه، هو عبارة عن خارطة الطريق. تمام، فاذا عملي اعطاك متوقع تكون اب، بتفوت اذا انت متداول ديلي او انتردي بتشوف شو في فرص وفق التحليل الفني وبتفوت بتتداول عليها، فهو خارطة الطريق. تمام،
ما بيعطيك نقاط دخول وخروج، ما بيعطيك استراتيجية تداول، لأنه ليس مزود توصيات. حتى بتلاقي بالديسكلايمر مكتوب هذا الحكي، تمام؟ هون بالبند هاد، تمام؟ وبالبند هاد بيقول لك إنه not stand alone tool ما هو أداة وحيدة بس لوحدة تستخدمها بالتداول، وماله للتوصيات. هو بيقول لك شو توقع بالنسبة للعملات، شو متوقع تكون صاعدة أو هابطة خلال الفترة الماضية، فيا ريت تقروا الديسكلايمر بطريقة دقيقة. طبعا لاحظوا سرعة التحميل دقيقة أو 20 ثانية، حمل لي كل شيء. الشغلة الثانية هون عم يقول لك نسبة الصعود 233 عملة متوقع تكون صاعدة من أصل 300، فلاحظ الكمية الكبيرة، تمام؟ طيب شوف النسبة المئوية 77.76، فخلال هاي الفترة اللي محددة هلأ حنقراها على الجدول جوا، 77% السوق متوقع يكون صاعد، يعني هذا ترند قوي، بس ليطلع فوق 70% معناتها عندنا صعود قوي خلال هاي الفترة، تمام شباب؟ نفس الشيء عندنا 56 عملة و 20%، ف 20% متوقع تكون هابطة، تمام؟ طيب نجي للمعلومات اللي جوا. فرضا اخذت ازواج اليو اس دي تي، شو عم يقول لي هون؟ بلش اقرا انا التعليمات اللي موجوده هون. عم يقول لي داون، يعني هي العمله متوقع اتجاهها هابط، تمام؟ كريبتو بير والبي ان ترند ان داون ترند فروم 17 جولاي تو 16 اوغست، من 17 جولاي حتى 16 اغسطس متوقع تكون بترند هابط. ملاحظه، note that from date 29 July to 16 August maybe this pair continue in downtrend or reverse the direction to down. لازم هي to up، هي غلط منصححة. due to fork point next expected update will be between 19 and 24 August 2021. شو معنى هالحكي؟ معنى هنو هي العملية متوقع تكون هابطة من 17 جولاي حتى 16 أغسطس، ولكن اعطيني ملاحظه جوا انه من 29 حتى 16 اغسطس ممكن هاي العمله تغير اتجاهها تصعد، فانت لازم تراقب الايام اللي بعد 16 اغسطس، تمام؟ 17 18 19 لقيت العمله صعدت فانت حتشتري، مثل ما حنشوف على ازواج البي تي سي، لانه هيدا ملاحظه وصلتني كبير كثير انه بعد تاريخ 29 ما كان في نتائج دقيقه بالنسبه للبي تي سي، فصححنا الموضوع نزلنا هذا الكلام، حنشوفها على ازواج البي تي سي. طيب شباب، فهلا هو عم يحمل، طبعا اثناء فتره التحميل حتلاقي هون انت القديم، الادخال القديم انت دخلته بلون شفاف عادي، تمام؟ مشان بس ما تضل الصفحه فاضيه، تمام؟ فهلا حنشوف على ازواج البي تي سي شو صار، لان ازواج البي تي سي اجاني ملاحظه عليها انه هي بعد 29 شهر هي صعدت، فالبرنامج ما اعطاني هذا الصعود، فحنشوف ليش. لو رجعنا للبرنامج الاصلي اللي هو الباث بوينت تبعنا، تمام؟ اللي هو اصلي اللي هو بياخذ منه الداتا، تمام؟ فالخطا اللي صار بالنسبه لازواج البي تي سي لاحظ هون عندك يوم 29 جولاي اي لك فورك بوينت، فهو نقاط الفورك هون شوفها، تمام؟ هذا الاصدار الفل من البرنامج اللي هو الاساس اللي انت ترجع له. هذا البرنامج الماسح هو عباره عن مترجم، فعم يقول لك فورك بوينت. شو يعني فورك؟ انا شرحتها انه ممكن تختلف السيوله والعمله تغير اتجاهها، فبرنامج الماسح اعطيك نفس الملاحظه اللي هي نقطه 29 هي نقطه فورك. فبالاصدار اللي قبله طبعا كان اصدار مبدئي واولي، لاحظوا اختلف الشكل نهائيا، فما كنا اخذين هاي النقطه بعين الاعتبار، هلا دخلناها بالخوارزمية وحطيناها ضمن الملاحظه، حنشوفها انه هاي النقطه فعاله جدا بازواج البي تي سي وحتعطيك فرص صعود حتى 100% لبعض العملات، تمام؟ طيب فهي هي ازواج البي تي سي فتحت معنا، فنشوف مثلا على سبيل المثال، طبعا هلا انا بدي اعمل بحث ضمن هذه هي جدول، هذا جدول اللي تحت، لاحظين الصفحة طويلة، طبعا هون عندك زر هاد بيطلع لك
هذا الزر، فيك تعمل كليك عليه تطلع لفوق مرة تانية. تمام، حناخد مثلا عملت هلا بدي اعمل بحث ضمن هذا الجدول، بلاحظ هون انه ما عندي بحث، فبكل بساطة بضغط كنترول واف عندك على كل متصفح عندك بحث، فانت بدك تعمل بحث فيه. مثلا ناخد عملة ايوتا بي تي سي، فحتستخدم البحث تبع المتصفح. تمام، ايوتا بي تي سي. تمام، اب كريبتو بير ويل بي اب ترند فروم 17 جولاي تو 16 اغسطس. لاحظ تمام انه من تاريخ 29 حتى 16 اغسطس هاي العمله ممكن تغير اتجاهها الى داون او تكمل باتجاه صاعد. فنشوف احنا عملت الايوتا بي تي سي شو صار فيها. تمام، حنفتح ونشوف ضمن هاي الملاحظات. طبعا في نقطة كمان شباب ننوح عليها، اذا طلعنا لفوق وقرينا على الديسكلايمر عم يقلك في عندك فترة سماحية 3 ايام، فهو البرنامج ناهي توقعه بعد يوم 16. بعد يوم 16 مو معناها حصير هبوط، معناته ما بنعرف. تمام، لانه البرنامج بيعتمد على الموسمية، بيقلك وين في موسم صعود قوي او هبوط قوي وبيحط لك اياه، فبيعتمد على نظام الحملات او نظام المواسم السيزون. وتكون في سيزون بيقول لك سيزون من وإلى، تمام، من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا مع الاتجاه المتوقع تبعه، فحتى بفيدك أنه أنت تعرف السيزون إمتى حيبدأ وإمتى حينتهى. فلاحظ هون تمام بالنقطة رقم 4 بالديسكلايمر اللي هي التعليمات، تمام، عم يقول لك في عندك فترة سماحية هون النقطة رقم 4 هي هي عملك عندك فترة سماحية 3 أيام، فأتوقع تمام بينتهى فرضا ب 16 أغسطس، فممكن الترند يكمل معك صعود حتى 19. تمام، طيب عماد أنا شو بدي أعمل؟ أو ممكن ينتهى قبل ب 3 أيام، ممكن 13. عماد شو بدي أعمل؟ قبل 3 أيام من موعد مثلا تاريخ اللي محدده 16 أغسطس، تمام، بتبلش انت ترفع ستوبك وتجهز حالك انه ممكن يعكس عليك الاتجاه بهي اي لحظه، او ممكن يكمل الاتجاه بدك تنتظر التحديث. بس تامين الصفقه مهم جدا بهي المرحله قبل 3 ايام من هذا الموعد، ارفع ستوبك مشان ما تخسر. تمام، طيب فهي هي الملاحظه اللي بنعطيك اياها، انه انت عندك فتره سماحيه مذكوره بالاباوت اس بالديسكلايمر، لازم تقراها مثل ما عم اقول لك. تمام، لانه في كثير ناس منكم ما عم يقروا الديسكلايمر وكل شيء مشروح فيه. تمام، طيب فنفوت احنا على عملاتنا، كنا عم نشوف عملة الايوتا بي تي سي، تمام، على باينانس عم يقول لك، خلينا نشوفها هون على البرنامج شو عاطيني اياها. تمام، حقول له هون ايوتا بي تي سي عم يقول لك اتجاهها صاعد من 17 ل 16 اغسطس. خلينا نشوفها وين 17 اغسطس، جولاي 17 جولاي. وين 17 جولاي؟ 15 16 17. لاحظ عندك فترة سماحية 3 ايام بعد منها، فانت تبلش تجهز حالك انه هي صاعدة حتى 29. تمام، حتى 29، فلاحظ هون 28 صار عندك بداية هبوط. طبعا في عندك فترة سماحية بين نقطة البداية ونقطة النهاية. تمام، طيب شو عامل لي ملاحظات ثانية؟ خلينا نقرا، عامل لك نوت ملاحظة from date 29 to 16 أغسطس maybe this bear continue on up trend or reverse the direction. يعني هي العملة هي حاليا up، اتجاهها up، بس والمدة اللي عطينا إياها من 27 جولاي حتى 16 أغسطس، بس انتبه بالنص عندك نقطة اللي هي 29 جولاي، ممكن هي العملة تكمل صعود أو تهبط. تمام، فبدك تنتبه لتاريخ 29 جولاي. تمام، فبتلاحظ وينه 29 جولاي، هذا هو 29 جولاي. لاحظ في عنا فترة سماحية، دائما عطوا السوق وقته تمام حتى يعبر لك عن الاتجاه. يوم 30 هبط، بعد منه مسك ترند صاعد من 31. تمام، خلينا نشوف قد ايه حققت نسب،
حققت نسب هون، مسكت خط صاعد طلعت 30%، هي عملت ايوتا بي تي سي. طبعا هذا الموضوع صلحنا بناء على الشباب يعطيهم العافيه، اعطوني فيدباك بالموضوع، فشرحنا لكم هي على البرنامج الاصلي انه انا عندي نقطه فرق بوينت، البرنامج الخوارزميه طبعا ما كانت اخذتها بعين الاعتبار. تمام، حناخذ ام دي اي بي تي سي على سبيل المثال، فيك تعمل لها كوبي وتحطها هون على منصه باينانس على البحث تبع تريدنج فيو، هيفتح لك اياها. تمام، طيب فهي عم يقول لي هي العمله، خلينا نشوف شو عم يكتب عنا. نفس الشيء شو عم يقول لي، انه هي باتجاه صاعد من 17 جولاي حتى 16 اغسطس. سوينا 17 جولاي تمام 18 حتى قديش حتى 16 اغسطس. اوكي طيب، حتى 16 اغسطس وينه، حتى 16 اغسطس. اوكي لاحظ عم يقول لك يوم 29 ممكن تغير اتجاهها من صاعد الى هابط. تمام، يوم 29 28 29 لاحظوا هون هي كملت اتجاه هابط عمليا ما صعدت. تمام، ولكن بنقطه يوم 29 غيرت اتجاهها وطلعت. تمام، فبكل بساطه انت عندك هون حتى الان 16% صعود على هي العمله. نشوف عملات ثانيه، مثلا عملات هابطه STX BTC. اوكي طيب نفوت نفتحها. تمام، طيب شو عم يقول لي؟ عم يقول لي هي داون تريند من 17 حتى 16. خلينا نشوف اول شيء 17 جولاي حتى 16، هذا هو يوم 16. عم يقول لي يوم 29، خلينا نشوف 29. لاحظ فهي عمليا ما صعدت هذا الصعود. عندك هون النقطة اللي هي 29 تحدد لك اياها، فهي من 17 حتى 29 ما صعدت هذا الصعود. لاحظ عملت لفوق رجعت هبطت، وكمان رجعت من هون بدأت صعود. تمام، هذا هو اللي بيعطيك اياه. خلينا نشوف او جي ان بي تي سي على سبيل المثال، بس اعمل له بيست حيطلع لك اياها اول وحدة. تمام، طيب ناخذ 17 خلي هي 16 اخذته انا، وعندنا يوم 29 وعندي هون يوم 16. تمام، فلاحظ العمله تبعك هابطه، وهي هابطه ولا صاعده؟ خلينا نشوفها، هي هابطه. تمام، اذا طلعنا لفوق هي هابطه. تمام، فهي شو عم يقول لي؟ هي العمله هي هابطه، هي العمله هي هابطه من هذا التاريخ لهذا التاريخ، بس انتبه من تاريخ 29 ممكن تغير اتجاهها لصعود، بالفعل غيرت اتجاهها لصعود. فهذا هو كان للناس الخطأ اللي عم تحكي عنه، هذا كان بسبب نقطة الفورك بوينت. طبعا كنا منزلين اصدار اولي، فما كان المهتمين بموضوع دقة النتائج بقدر ما احنا مهتمين بموضوع نظبط اول شيء الاداء الوظيفي تبع البرنامج انه يكون بالسرعة المطلوبة، لانه اول شيء كان بده 4 دقائق لحتى يحمل. بعدين زبطت هلا انا كل شيء، وهلا اخر شيء زبطنا موضوع هاي النقاط واعطيناكم تفاصيل ادق. تمام، فكان بس الفكره انه محتاج تفصيل ادق. عملت بي ام بي بي تي سي هي هابطه، خلينا نشوفها خلال هاي الفتره. تمام، طيب خلينا نشوفها. عامل لك من 17 وين 17 جولاي 17 جولاي حتى 29 اغسطس 30. تمام، لاحظ 30 حتى 16 بدأت صعود. تمام، فأنت بدك تراقب أي المنطقة بعد 29، لأنه قال لك ممكن هاي العملة أما تكمل بداون تريند أو تبدأ صعود. تمام، فهون العملة بالفعل صعدت، خلونا نشوف قد ايه صعدت. صعدت حوالي 18%. هلا عندك يوم 16، في عندك فترة سماحية 3 أيام، يعني أنت المفروض من يوم 13 رافع ستوبك وحاطه هون بهي المنطقة إذا أنت فايت على هي العملة. تمام، ومخلي الاتجاه عادي. أوكي 16 بعدين تبلش ترفع ستوبك، أنت ماشي على الطريق حينزل يهبط إذا بده يغير اتجاهه، ما بنعرف شو بده يصير، ممكن يرجع يقول لك مرة ثانية البرنامج لا هي مكملة صعود، فحتى ما تخسر هي الفرصة، لأنه أنا حتى أنا ما بعرف شو بدي أكتب. تمام، أنا ما بتدخل إلا لإجراء التصليحات اللي مثل هي. تمام، أنه هو مو ذاكر نقطة الفورك بوينت اللي هي 29 جولاي. لاحظ عم يقول لك فورك بوينت،
تمام، لاحظين عم حط الماوس عم يقول لك هي فورك بوينت، فنحن بنعرف انه بنقاط الفورك ممكن البرنامج يغير اتجاهه، فخلص بس صلحنا هاي النقطة وانتهى الموضوع، صارت الأمور أدق تمام بالنسبة للبرنامج، صار يعطيك تفاصيل أدق بحيث انه انت تكون ملم بوجهة الاتجاه تبعك. خلينا نشوف تمام من 17 جولاي تمام، فنقطة مهمة شباب كتير عم يتواصلوا معي يقولوا لي طيب إذا السعر يوم 16 يعني بده يهبط؟ لا ما بنعرف، نحن مو تحليلنا محللين يوتيوب، هذا تحليل ذكاء اصطناعي. فالتحليل شو معناته؟ إما عندك إنه عند 16 مع فترة السماحية 3 أيام قبل 3 أيام بعد تمام تبلش تأمن الصفقة تبعك، السعر ممكن يكمل صعود، نحن ما بنعرف، هو بس حدد لك ضمن هي الفترة، هو بيعتمد لأنه على فكرة موسمية العملات الرقمية، فهو بيحدد لك الموسم تبع العملات الرقمية وضمن هذا الموسم هل هو اتجاهك صاعد أو هابط. بتلاحظ مثلا شو عم يقول لك، كمان شغلة تانية ضفناها جديدة، next update will be between 19 and 24 August. فالبرنامج متوقع نفسه انه يتم تحديث عليه بناء على السيوله داخله على المنصات اما من 19 حتى 24 اغسطس، متوقع انه موسم ثاني يبدا تمام. فهون بلش انت تتابع البرنامج، طبعا كل يوم انت لازم تتابعه لانه ممكن يعطيك شيء تحذير جديد على العمله تبعك انت ما كنت منتبه له، فلا تفوت تقول لي تمام. مذكوره كمان هي بالديسكلايمر النقطه رقم 5، subject to change any moment تمام. فانت بدك لازم تتابع تشوف شو في تغييرات عشان تلحق تنقل ستوبك، ترفع ستوبك، تطلع من الصفقه، تفوت بصفقه تمام. طيب فهي العمله خلينا نشوف شو صار فيها ب 17 جولاي، وهنا هاي 17 جولاي تمام، وهي 29 العمله انعمل عليها بامب، رجع انعمل عليها ضمب. طبعا في ناس حتقول لي هذا الارتفاع ليش ما اخذوا البرنامج بعين الاعتبار تمام، ما اخذوا لان هذا عباره عن بامب على هي العمله، فهو ما حيدخلك لانه نقطه النهايه تبعك اللي هي 29 حتكون تقريبا نفس نقطه الدخول، فهي صفقه غير جيده بالنسبه لك. عشان هيك هو صنفها هي العمله، وين صنفها هو تمام، خلينا نشوف هو صنفها اصلا صاعده ولا هابطه. انا اعمل بيست، صنفها انه هي هابطه، فهي الصفقه ما هي جيده، فهو ما حيدخلك فيها، حيقول لك اتجاهها هابط، يعني حتى لو طلعت حيرجع ينعمل عليها عمليه ضمب. طبعا بعد 29 عمليه بدات صعود تمام شباب. هذا كل شيء بالنسبه للبرنامج، بالنسبه للبحث بس انا ما دخلت البحث هون لحتى البرنامج ما يتقل. انت عندك جوا المتصفح تبعك اي متصفح اضغط كنترول واف، او لو كنت جوا الجوال اضغط القائمة حيطلع لك هذا التاب اللي فيه 3 نقاط تمام، هون حيطلع لك هذا التاب اللي فيه 3 نقاط تمام، هون حيطلع لك هون جوا المتصفح تبعك 3 نقاط فوق بعض بالزاوية على اليمين او على اليسار حسب اللغة تبعك، بتضغط عليهم حيقول لك البحث ضمن الصفحة، بتضغط عليه بتعمل بحث ضمن الجوال، اذا كنت على الكمبيوتر على اللابتوب فقط كنترول واف تمام شباب. يلا بالتوفيق وتحياتي للجميع، وبتمنى يكون برنامج سهل. فيكم تتواصلوا معي على التليجرام اللي حابب يشترك من البرنامج، هذا البرنامج اللي معكم هو نسخة فقط للعرض، ملاحظين انه تواريخ قديمة فيها، فالنسخة الجديدة ما حتكون نازلة لكم، حتكون فقط للأشخاص المشتركين والدافعين. يعني هون هاي النسخة حتضل معك بس next update ثابتة، وقت ينزل التحديث حينزل على نسخة تانية بإصدار تاني للناس المشتركين. شو سبب بهذا الموضوع؟ أنا عندي قدرة معالجة معينة ما فيني أتجاوزها. امبارح وقت فتحت البرنامج لكل الناس صار ضغط وصار البرنامج يخبص وصار في بطء بالاتصال والسيرفر تبعي صار اوفرلود عليه حمولة عالية ونعمل له داون، تقريبا شي حوالي 300 مستخدم فاتوا مع بعض تمام؟ فعملوا لي بنفس اللحظة، يعني هي وقت الذروة عندي 300 مستخدم مع بعض، فعملوا لي دروب داون للسيرفر، صرت تفتح البرنامج يقول لك خطأ 502 لا يمكن عرض الصفحة. فهذا الموضوع بدنا نتجاوزه، بشان نحط رسوم على البرنامج لحتى نعمل ليميتيشن أو حدود لقدرة المعالجة ولاستيعاب عدد الأشخاص.
بالإضافة إذا احتجنا نرفع قوة المعالجة واستيعاب العدد الأشخاص الأكثر، فنحن بيكون معنا ميزانية معينة من اشتراكات المشتركين أم نرفع قدرة المعالجة تبع البرنامج، قدرة استيعاب عدد أكبر من المستخدمين. حاليا قدرة المعالجة حتى 300 شخص، أنا فيني استوعب على السيرفر تبعي، فوق 300 انا ما عاد استقبل. هذا البرنامج حيكون معكم، هذا نسخه للتجريب فقط حتى تفهم البرنامج وتقدر تتالف معه وتقدر تتعلم عليه. النسخه الابديت ما حينزل عندكم انتم، حينزل فقط للاشخاص اللي دافعين ومشتركين. طبعا مع الاشتراك حيكون عندك قناه دعم فني 24 ساعه على التليجرام بحيث تسال اي سؤال ويتم الجواب عليه. نهايه الفيديو، اتمنى الجميع التوفيق. كان معكم عماد جان.